الازازات انواع من السيمتريك ومنها السيمتريك. اما الستريتشنج او البوتنتين هاي بعض الانواع اللي حكينا عنها مره فاندمنتال ستريتشنج زي ما حكينا عنها انها بتمثل فينجر برنت بالنسبه لها كل واحد او خلالها ممكن نتعرف على هذا المركب او مجموعات الان وجدوا انه داخل الاي ار سبيكترا ليس فقط الفاندمنتال ستريتشنج اللي بتظهر في سبيكترا اخرى غيرها تظهر. حاولوا يفسروها فوجدوا انه بعضها يسمى اوفرتونز وبعض الاخر بيسموه كومبينيشن بانز بعض الاخر ديفرنس بانز والبعض الاخر بيسموه فيرنج ريزونانس. كيف تظهر هاي؟ شو سببها؟ فاندمنتال ابزوربشنز اللي حكينا ناتجه من الاسترتشين من البندنج ماشي؟ الان كل استرتشين وبندنج ابزوربشن لها طاقه خاصه فيها صح؟ كل طاقه يمثلها فريكوانسي كل فريكوانسي ناتج عن موجه الويف لينك ماشي؟ اذا صار عندك ماني فاندمنتال ابزوربشنز ناتج عندي ماني ويفز لما الامواج بتتحرك شو ممكن يصير بيناتها؟ تداخل قدام وبنا بناء بتكونوا لهم نفس الامبليتيود بيتداخلوا مع بعض البعض وبيزيدوا اوكي؟ يعني بصير اديشن اذا كانوا عكس بعض بيلغوا بعض بصير ابستراكشن نقص فراح ينتج امواج جديده مختلفه عن الامواج الاصليه هاي اللي بسموها اوفر تون اوكي؟ إذا we have fundamental absorptions الأصلية they arise from excitation from the ground state to the lowest energy excited state of the vibration states. Okay؟ اللي حكينا عنهم سابقا في عندنا الإلكترونين ما بيناتهم في vibration. بنشوف لهم بالرمز G1 G2 G3 هذول طاقتهم أقل من الإلكترونين. Then we have the overtones. Overtone بشكل عام مقارنة بالفاندمنتال تكون weaker. يعني الفاندمنتال هيك اللي بتظهر تكون strong قوية ظاهرة بشكل جلي. الاوفرتون تكون زي الشولدر كتف بالنسبة لها. بيقولوا عنها weak. ليش؟ لأن الطاقة تاعتها بتكون أقل. في عندنا combination والديفرنس باند. Overtones result from excitation from the ground state to high energy state which correspond to integral multiple of the frequency of the fundamental frequency. For example, okay, ممكن نشوف overtone bands at 2 nu bar. هاي شو بتكون؟ بتكون في عندها fundamental absorption شكلت ويف. اوكي another fundamental absorption لها نفس القيمه لها نفس الويف تو ويف صار لهم كومبينيشن هاي نقول امبليتيود لها واحد هاي واحد صار امبليتيود الجديد اثنين اوكي هاي بسموها اوفر تون ممكن تكون ضعف الفاندمنتال ثلاث اضعاف اربع اضعاف حسب عدد الويفز اللي يجوا مع بعض وصار لهم كومبينيشن فهمنا شو الاوفر تون؟ لانه هي كومبينيشن اوف ذا فاندمنتال ابزوربشن. اوكي؟ الان بشكل عام حكينا سابقا انه الاي ار سبيكترا بظهر ما بين 400 ل 4000 سنتيمتر ماينس 1. الان وين تو فايبريشن فريكونسي نيو 1 بار نيو 2 بار يعني two waves with two different energies, two different frequencies. الحالة الأولى كانوا the same. اثنتين the same صار لهم combination. ثلاثة the same صار لهم combination. أربعة the same صار لهم combination. لأن صار في عنا the fundamental اللي frequency خاص فيها. The overtone في many frequencies with different wave numbers.
نيو 1 نيو 2 نيو 3 نيو 4 صار في عندك امواج كثيره باشكال مختلفه بطاقات مختلفه اضواء موجيه مختلفه اوكي لان شو بصير بصير في عندنا كومبينيشن باند كومبينيشن باند هي عباره عن تداخل الان من ويف 1 مع ويف 2 والديفرنت فريكوانسيز كل واحد له طاقه كل واحد له طول موجي مختلف داخله مع بعض يطلع عندك طول موجي جديد ليس الجمع ولا الطرح ما بين الثنتين مجموع الثنتين لكن ذكاء مختلف يعني ما بقدرش اقول عنه زي ما كنا بنحكي بالحاله الاولى 2 نيو بار 3 نيو بار لا لان نيو 1 زائد نيو 2 هل نيو 1 تساوي نيو 2 بالشرط لا هي حاله مختلفه اوكي the two waves combine together different stands بكون عكس الكومبينيشن الكومبينيشن بكون اضافه زياده ديفرنس تكون عملية طرح كونستكت كومبينيشن يعني موجة للأعلى موجة للأسفل بلغوا بعض بتطلع نتيجة جديدة اوكي بتكون يو 1 ناقص يو 2 غالبا يو الجديدة هاي الديفرنس بتكون أقل منهم هون العكس بتكون أكبر منهم اوكي إذا في كومبينيشن لتراكم للأمواج فوق بعض وديفرنس إلغاء للامواج لبعضها البعض، الكبير بياخذ الصغير زي ما بتحصل على المحصله. ضل عندنا اخر نوع واللي هو الفيرمي ريزونانس اوكي؟ فالان الاوفر تونز والكومبينيشن اللي طلعوا عندنا والديفرنس هذول بصيروا يتداخلوا مع بعض. نفس الطريقه اوكي؟ بصيروا يسموه فيرمي ريزونانس. الكومبينيشن هو من الفاندمنتالز. الديفرنس هو من الفاندمنتالز الكومبينيشن كان نفس النوع داخل مع بعض الديفرنس مختلفات اوكي فيرمي ريزونانس هو الناتج عن الكومبينيشن والناتج عن الديفرنس اللي داخل مع بعضهم البعض اوكي صاروا يسموه فيرمي ريزونانس اوكي هذا غالبا بيكون ضعيف جدا ويظهر بشكل جلي حالة الكربونيل كومباوندز. الذي هاي سكيتونز استرز اند سو. بشكل عام هذول كلياتهم اضعف من الفاندمنتال. الان نحن بشكل عام بنركز على الفاندمنتال. الناس المتخصصين في هذا العلم بصيروا يدوروا على هذول الانواع اوفرتون والكومبينيشن والديفرنس والفيرمي ريزونانس. لان مش سهل هذول التعرف عليهم. يعني كيف اقول لك؟ زي ما يكون الان واحد من عشيره معين بيجي بيقول له من عشيره كذا كذا شو اصل العشيره هاي؟ والله فلان تزوج فلانه ومن الابصر شو اصله وشو اصله وخلف الاولاد هذول الاولاد معروفين بعدين اجوا اولاد اولاده اولاد اولاد اولاده اولاده هات اصل لان هون بالاردن بقول لك يعني من الصعب انك توثق لثامن جيل من الصعب لانه لما تروح على الايد جنريشن ما كانش في حدا اصلا بيقرا ويكتب ويوثق هذيك الفتره لذلك تكون مشكوك بالشيء هذا فبصير صعب انك تصل للحقيقه يعني توثق اوكي يعني مين بيعرف منكم اسمه لثامن جيل؟ في حد؟ حافظ اسمه لثامن جد صعب ممكن لرابع لخامس لسادس للثامن بصير صعب لانه زمان عملية التوثيق ما كانت سهلة كان في حجج والحجج هاي ربما ضاعت اوكي فكانت عبارة عن روايات يعني الان تروح على كتب السير الملل والنحل بيسموها اوكي غالبا روى فلان عن فلان عن فلان روى يعني مشافهه انما توثيق شيء مكتوب يعني مش سهل انك تحصل عليه لذلك نفس الشيء بالنسبه لهذول الامواج يعني الموجه الاولى بتعرفها الثانيه بتعرفها الثالثه بعدين الرابعه الخامسه السادسه كيف بدك تعرف
في برامج كمبيوتر خاصة عن طريق هذه الناس المتخصصين بيقدروا طيب المرة الماضية قلنا إنه أي موجة هي ناتجة عن اهتزاز، الاهتزاز هذا ناتج عن فايبريشن لرابطة معينة، الرابطة تكون عادة ما بين ذرتين، نفرض هاي الذرة الأولى، هاي الذرة الثانية، قد تكون من نفس النوع. إذا بدها تكون اي اكتف بدها تكون مختلفة. ليش؟ لأنه حكينا لازم يكون في دايبل مومنت ويتغير أثناء عملية الفايبريشن. لأن هذا المبدأ نفس مبدأ هوك. هوكس لو كان يحكي إنه إذا في كتلتين مربوطات بزنبرك وشتيت الزنبرك هذا وتركته بصير يعمل فايبريشن، بصير يهتز. مقدار الاهتزاز تعتمد على كتل الذرات المرتبطات مع بعض M1 M2 وعلى نوع الزنبرك. شو نوع الزنبرك؟ يعني من ايش مصنوع هذا؟ من نحاس، من الومنيوم، من حديد، بطاط. ليش؟ لانه معامل الاستطالة له راح يكون مختلف. فاتفقنا سابقا انه الانيرجي is directional proportional to h بالتنيو، يعني طاقة الاوسيليتر، هذا بسموه اوسيليتر اللي درستوه بالفيزياء، اوكي؟ بتساوي لو كونستانت ملتبلايد باي الاوسيليشن فريكونسي. لما يكون عندنا كتلتين، طبعا هذا القانون ابلايز لاكثر من كتلة ممكن يكونوا مرتبطات مع بعض، لكن بحالتنا حتى نبسط ناخذ ابسط حالة اللي هم كتلتين مربوطات الزنبرك. فالويف بار بالنسبة لهاي السبرينج بيساوي 1 على 2 باي في سي ضرب سكوير روت اوف كي اوفر ميو، 2 كونستانت باي كونستانت، سي كونستانت ضرب سكوير روت كي كونستانت بسموه الفورس كونستانت على ميو، وبسموها الريدوست ماس. الريدوست ماس كيف بحسبوها؟ بتساوي M1 ضرب M2 على M1 بلس M2، يعني الجسمين قاعدات بنعمل انوستيليشن بتهزر تضرب الكتلتين وتقسمهم مجموعهم، هاي بتعطيك الريدوس ماس اللي بتطبقها داخل هوكس لو، هذا اسمه هوكس لو. اوكي، فمقدار الانوستيليشن للانرجي بالنسبه لهاي الرابطه يتناسب عكسيا مع الريدوس ماس وطرديا مع الفورس كونستانت. يعني كل ما تكبر الكتل، كل ما تكبر الكتل يا صديقي، هي مكونة هون تابع علي هون مقعد يوني هاي اوكي، الكتل الاولى ضرب الكتل الثاني على الكتل الاولى زائد الكتل الثاني، ف ميو بار يتناسب عكسيا مع ميو، يعني كل ما زادت ميو بقل، ويتناسب طرديا مع كي فورس كونستانت، كل ما بزيد كي بزيد ميو بار. بمعنى اخر اذا اخذنا هسه الروابط هاي شو ساوى هلا؟ ثبت لك الكتل، يعني خلى ميو شو مالها؟ ثابت كونستانت، شو قال يتغير؟ كي فقط. فالان شوف من لما يكون عندك سينجل بوند الدبل بوند للتربل بوند شو بصير لقوة الرابطة؟ جزء بزيد بزيد، معناتها كي قاعد بزيد وميو بار شو قاعد بصير له؟ قاعد بزيد، هاي معنى انه الفورس كونستانت يزيد، يعني كانه معامل القوة للسبرينج قاعد بزيد، يعني كان الزنبرك اقوى. اوكي، هاي معنى الفورس كونستانت انه قوة الرابطة عمالها تزداد، فإذا ثبتت الكتل الفورس كونستانت قاعد بزيد، الويف بار قاعد بزيد، يعني الستريتشنج فريكونسي داخل الاي ار سبيكترا راح تزيد. هذا شو بيعني؟ داخل الاي ار سبيكترا اللي شفناه المره الماضيه اللي فيه عليه بيزر وبالترانسميشن اجينست
نيو بار ان سنتيمتر ماينس 1 سنجل بوند بتظهر بهاي المنطقة دبل بوند على اليسار تريبل بوند على اليسار لأنه كلنا بنبدأ هون من عند 400 تقريبا بننتهي عند 4000 فلذلك كل ما بزيد الفورس كونستنت كل ما بتروح من اليسار بصير يزيد النيو بار واضح الآن صرنا نقدر الآن نميز ما بين المجموعة الآن إذا أخذت الفورس كونستنت تقريبا ذا سيم يعني كلهم سنجل بوند شو تغير؟ سلايد بتاع الدورة الثانية لا قانون يا شو قاعد تتغير؟ ماس كتل قاعد باخذ درجتين مختلفات سي مع اتش ثبتت السي غيرت الاتش سي نفسها مع سي سي مع او سي مع سي ال سي مع بي ال سي مع هاي اوكي اذا صاروا تو ماس يختلفوا تقريبا الفورس كونستنت ذا سيم مع انه اكشولي نوت ذا سيم ليش؟ لانه قوة الروابط تختلف لكن الاختلاف مش كبير اوكي واضح؟ فالريديوس ماس لهذا الاتجاه شو بصير لها؟ تزداد قل كتل قاعد بزيد ولا بقل؟ قاعد بزيد مو الاتوم الكويت قاعد بزيد الكتله المقصود فيها هون الاتوم الكويت اوكي فالاي اكبر من البي ار اكبر من السيال اوكي من حوالي 120 79.9 35.5 16 12 1 نحو اليمين الكتل قاعده بتزيد اذا الريديوس ماس قاعده بتزيد اذا بتزيد الريديوس ماس شو بتصير بالنيو بار؟ بتقل اوكي؟ طيب طلع والسي اتش وين؟ 3000 1200 1100 750 600 500 اذا كل ما بتزيد كتل ها الذرات المرتبطه كل ما بصير الستريتشنج فريكونسي شو يصير له؟ بقل هذا شيء طبيعي يعني بتربط كتلتين انت جبت نفس الزمر جبت كتلتين اثقال كل ما يثقل يكبر بصير يهتزن اكثر ولا اقل؟ اقل بصير صعب الاهتزاز بالنسبه كل ما بخف بصير يهتزن بشكل اسرع هذا المقصود اوكي؟ فاذا العاملين هذول مهمات فورس كونستانت والريديوس ماس لكتل الذرات المرتبطه قوه الرابطه زيد قوه الرابطه زيد النيو بار زيد الكتل بقل النيو بار لانه اخذت الاسترتشنج والبندنج الاسترتشنج دائما اقوى من البندنج يا شباب بالنسبه للسي اتش يعني نفس السي اتش الان نفس الرابطه يعني نفس الفورس كونستانت نفس الريديوس ماس اوكي لكن الموفمنت تختلف استطالة وانضغاط أو عملية بندنج فالاسترتشنج بالنسبة للسي اتش بتظهر عند 3000 البندنج أضعف بكثير بتظهر حوالي 1340 سم ماينس 1 فغالبا بنركز احنا على الاسترتشنج أكثر منها على البندنج عوامل أخرى الآن بتأثر يا شباب على الاسترتشنج فريكونسي بالنسبة لنفس الرابطة قلنا أول شيء الاسترتشنج بندنج الشيء الثاني الهايبريدايزيشن التهجين فلو اخذنا نفس السي اتش اجى واحد قال لك هذا نفس الزنبرك نفس الكتل معناته لازم نفس الستريتشنج فريكونسي روح قيس على الاي ار مع المختلفات شو السر؟ انه السي اللي عليها الاتش التاجين تبعها مختلف فهون تاجين اس بي يعني سموها اسيتيلينيك بروتون موجوده على التربل بوند الكاين هون موجوده على دبل بوند فينيليك الكين هون على اليفاتك اس بي 3 تهجينها كل ما تمشي نحو اليمين هون شو بصير للاس كاركتر؟ بتقل شو بصير لقوة السي اتش؟ بتقل قوة الرابطة بتقل بتضعف إذا بتضعف كأنه كي قاعد بقل معناته نيو بار بدها تقل شوف هون 3300 3100 2090 واضح؟ إذا
الاس كاركتر قلت بقل ستريتشنج فريكونسي، زادت بزيد ستريتشنج فريكونسي. ليش؟ لانه الفورس كونستانت قاعد هاي الحاله بقل، هذا الاتجاه قاعد بزيد. لانه بتحكي انت عن الفلك الداخل بالتهجير مشان يكون الرابطه. هنا اس بي مع اس، هنا اس بي 2 مع اس، هنا اس بي 3 مع اس. بنسبه الاس هنا 125، هنا 133، هنا 150. هذا الاتجاه الاس كاركتر بزيد، يعني الفورس كونستانت بزيد. في تحسن، بس لما بحكي بصير تعب للأحبال الصوتية من ذلك بصير. طيب العامل الثاني يا شباب اللي بيأثر، إذا أول شيء الهايبريدايزيشن، العامل الثاني الكونجيجيشن. بتعرف المركبات الكيميائية أخذتهم في ريزونانس، شو المقصود بالريزونانس؟ حركة أيوه حركة الإلكترونات، هاي المقصود. النوت الالكترونز ار ديلوكالايزد، يعني مش ثابتين بمكانهم، بيتغيروا من مكان لمكان. اللي بينتقلوا طبعا فقط هم الباي الكترونز او النون بوندينج الكترونز. سيجما الكترونز ما بتحرك ثابتين بمكان. فمثلا اخذنا الاورجانيك 3 الفا بيتا ان ساتوريتد كربونيل كومباوندز، هذول بيعملوا ريزونانس. الالكترونات بتروح بهذا الاتجاه وبرجعوا. ايش تاثير الريزونانس على الستريتشنج فريكونسي، يعني على قوه الرابطه؟ هل بيزيدها ولا بيضعفها؟ بيزيدها مفروض. بيزيد قوه الرابطه. بيزيد. الريزونانس بكون رابطه ولا بيضعفها؟ نعم؟ بقويها. نعم؟ بنحكي عن قوة الرابطة. مين بيكتب قل؟ طيب نشوف، اوكي؟ لأن هاي الدبل بوند، قبل شوية على أي ستريتشنج فريكونسي كانت تظهر؟ الدبل بوند اللي على الوسط. مين لماح وذكي بلغت؟ قيمة رابطة. شوي لما شرحت سينجل بالدبل وتربل ما تكرهاش. الرابط باي ريزونانس، اوكي، ويل بي شيفتد
لوور ستريتشنج فريكونسي، وبالتالي كان الفورس كونستانت لها قاعد بقل، اذا الويف نمبر قد يقل. اذا هذا يا شباب حكينا عنه ذا هوكس لو، هاي بعرف لك موبار فريكونسي سنتيمتر ماينس 1 velocity of light هي 3 ضرب 10 قوة 8 متر لكل سكن، و 3 ضرب 10 قوة 10 سنتيمتر لكل سكن. K force constant بعده تعيين لكل سنتيمتر، وهذا reduced mass. اوكي طبعا اذا بتقسمها على افوكادوس نمبر عشان تحولها للجرام، لانه احنا بنتعامل ذرات مع ذرات، والذرات عادة تتعامل مع الاتم الكويت للذرات. هو الجزء الذري. اوكي؟ جرام بيرو. فعليا قدروا يحولوا اوكس لور. اوكي؟ عن طريق هاي الكونستانتس اللي هون باي وسي، وجدوا ان الكونستانت هذا اوفر اول ايكوالز 4.12. إذا بدك تحفظها للامتحان تحفظ هاي القيمة. اوكي؟ موبايل ايكوالز 4.12 مالتيبلاي باي ذا سكوير روت اوف كي اوفر ميو. الآن بالنسبة لهاي الرابطة اللي كان كاربون دبل بوند، أعطانا إنه الفورس كونستانت ايكوالز 10 ضرب 10 قوة 5 داين لكل سنتيمتر. يجوا يحسبوا الريدوس ماس ميمو اللي بيساوي الأتوم الكويت ده كربون، الأتوم الكويت الكربون عمد موته 12 زائد 12 زائد 12 طبعا كنا رح نحط 6. الكوبار بيساوي 4.12 ضرب سكوير روت 10 في 10 قوى 5 على 6، لما حسبها طلعت 1682 سنتيمتر ماينس 1. هاي شو هي؟ قيمة الويف نمبر أو ستريتشنج فريكونسي بالنسبة للكربون كربون دبل بوند هي كالكوليتد، يمكن حسابها باستخدام اوكس لو. الاكسبيرمنت اللي قبل شوية قلنا انه قيمتها 1650، اذا القيمة المحسوبة قريبة جدا من القيمة العملية، لذلك اوكس لو ساعدنا كثير بايجادها. الفرق زي ما انت ملاحظ تقريبا حوالي 32 سنتيمتر ماينس 1، مش فرق كبير. الكالكوليتر طلعت اكبر شوي. لا مش شرط. ممكن تكون اكبر ممكن تكون اصغر، لكن تكون قريبه. لذلك بقول لك يعني انه لاي رابطه اذا اعطاك اي رابطه يو كان كالكوليت ذا ستريتشنج فريكونسي ممكن تشوفه داخل الاي ار سبيكتر. اوكي؟ هنا عشان اخذها بالنسبه للسنجل بون طبق نفس القانون، بس الان تاخذ اتوم كويت للكربون والهيدروجين. هاي طلعت اليو، وبالتالي لما قسم طلعت 3032. ليش؟ لانه الريدوس ماس قليل جدا، الاستريتشنج فريكونسي ويف نمبر راح يطلع كبير جدا. 3032 اكسبيرمنتال بتطلع عند 3000. برضه طلع الفرق هنا حوالي 32 سنتيمتر ماينس 1. الان اذا بتاخذ السي دي، ايش يعني سي دي؟ بدل سي اتش. مين شاطر نعرف؟ ايثيريوم. ايثيريوم هو الايزوتوب بتاع الهيدروجين. لا شو بتتوقع على الاستريتشنج فريكونسي؟ راح تزيد ولا تقل؟ هسه هي الكتلة راح تزداد. الكتلة الولية اكبر لان الايزوتوب اثقل. شو معناته؟ اكبر. بعدك تفكر زي شو حكيتوا يا صبايا؟ راح تقل ستريتشنج فريكونسي، راح تقل وهي حسبوها طلعت للسي دي تظهر كالكوليت ب 2228، لاحظ الفرق؟ فرق كبير. واكسبيرمنتال 2260، الفرق هون تقريبا حوالي 22 سنتيمتر ماينس بين الكالكوليت. إذا نأكد على حقيقة كل ما بزيد الكتل ويف نمبر بقل، كل ما بزيد الفورس كونستانت
يزيد الويف. لان الجهاز اللي يستخدم يا شباب في قياس الاي ار يسموه انفراريد سبكتروميتر او سبكتروفوتوميتر. فوتو لانه بيتعامل مع الضوء. اذا سبكتروميتر او سبكتروفوتوميتر هو الجهاز المستخدم في قياس الاي ار سبكتروسكوبي فور اني مولكيول. اوكي طبعا مكوناته المفروض اخذتها من الانسترومنت وبالتالي مش وايد باش تحتاج الانسترومنت الاجهزه هاي البوفين والاي ار والنمار وغيرها المفروض تشرح هنا. على كل حال مبداها عباره عن لايت سورس. اللايت سورس عباره عن لمبه تطلع اي ار راديشن. الاي ار راديشن هذا بفلتر بروح على مرايا ميرور راديشن بروح على ريفرنس. الريفرنس قد يكون هو السولفنت اللي بتدور فيه الماده اللي يسموه البلانك. يعني لما يجي يست بلانك مشان تحذف هذا السولفنت البلانك. يعني تاخذ كل شيء على الماده اللي بدك تقيسها بتصفر عليه الجهاز صح؟ بعدين تبلش تقيس الماده كمان. هون يكون يشتغل على الريفرنس اللي هو البلانك وعلى السبستانس زائد البلانك. فالبلانك بيلتقي مع بعض البعض ظل السبستانس. اوكي فبنعكس على عده مرايا وبريزمز وميكروميترز وبالاخر بتطلع سنجل سيجنال في بصير لها امبليفيكيشن تضخيم وبعدين ريكوردينج تتسجل على شارت او على اي 4 بيبر على ورقه. شو هي؟ عباره عن بيكس. البيكس لها هاي الاشكال. اوكي منها فيري سترونج منها سترونج منها ويك منها شارب منها برود. اوكي كل واحد منها الان تيجي على ستريتشنج فريكونسي معين وبالتالي بامكانك تطبعها على ورقه وتصير تحلل فيها تعرف ايش الفانكشنال جروبز الموجوده بالداخل. الان اجهزه الاي ار طبعا في انواع كثيره احدثها الان بسموه فورير ترانسفورم انفراريد اف دي اي ار. اف دي اي ار هذا ممكن تعمل اي ار ميجرمنت لمركب جاهز او حتى اثناء التفاعل تفاعل ماشي تاخذ عينات وبتحطها تشوف شو التغييرات اللي قاعده تحصل في بيك بتختفي في بيك قاعده بتنمو بتكبر. اوكي بصير تعرف ايش الانترميديات وايش البرودكت وايش الرياكت اللي قاعد بيصير. البيرسنت ترانسميتنس اللي حطيته هون على الواي اكسس طبعا بعض الاجهزه الان بتقيس لك الابسوربشن بعض الترانسميشن بالمعظم الترانسميشن. الترانسميشن شو بيساوي؟ بيرسنت ترانسميشن بيساوي اي اس على اي ار ضرب 100. اوكي اي اس اللي هو الانسيدنت لايت على الاي ار ريفلكتد دايم. اي اس از ذا انتنسيتي اوف ذا سامبل بيم اند اي ار از ذا انتنسيتي اوف ذا ريفرنس بيم. اوكي سامبل على الريفرنس مضروبه ضرب 100% بعطيك بيرسنت ترانسميشن. وهون تكون عندك تبلش بزيرو 10 20 30 بالاخير يكون عندك 100%. فغالبا غالبا ها بيبداوش من 100 ولا من الصفر بالمعظم بيبدا من 80. بلش زي هيك مثلا بعدين نويز وبعدين كور بعد ممكن يطلع زي هيك بعد زي هيك اوكي. هذول اهم شيء اللي بيهمونا ولا بتلاقي الوت يعني غالبا ما بنركز عليها. اوكي طبعا الجوست الاربع هاي البيكس اللي بتهمنا. اوكي
لان بالترقيم للاسف انه معظم السبكترا ما بتكونش هون مقسم بشكل متساوي. يعني هاي المنطقه ممكن يكونوا حاطين 100 بين كل 100 ترقيم. بعدين هون يكون 50 كل 20 بصير يقللوها. ليش؟ لانه هاي المنطقه بظهرش فيها اشياء كثيره. تبقربون على بعض يعني كل 100 الترقيم. هون بصيروا يعملوا اكسبانشن لانه في بيكس كثير. كل ما يزيد عدد البيكس بيعملوا اكسبانشن مشان يقللوا. يس سار السلام. يعطيك العافية.